إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، خلق عظيم وصفة كريمة وخصلة من خصال الخير دعا إليها الله تبارك وتعالى جل في علاه، ثم ثنى النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إليها قولا وفعلا. أمر الله تبارك وتعالى بها الأنبياء والمرسلون، ومن ثم الصالحين من عباده المؤمنين، حيث قال الله تبارك وتعالى عنها وفيها: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. كان العهد الأول والميثاق الغليظ الذي أخذه الله تبارك وتعالى من بني آدم من ذرياتهم، وأشهدهم على أنفسهم، العهد الأول والأقوى هو العهد مع الله تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. عهد المؤمن المرتبط بالله تبارك وتعالى، إفراد الله تبارك وتعالى في عبادته، إفراد الله تبارك وتعالى في أفعاله، إفراد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فحسب. يعرف أهل الإسلام أن توحيد الله تبارك وتعالى هو الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويضيف في عليها أهل البدع من الخوارج توحيد الحاكمية: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فرب البريات وإله الأكوان أخذ على بني آدم من ظهورهم وذريتهم أنه الإله المعبود، لا معبود سواه، لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله.
وكانت الكلمة الفاصلة والكلمة الشريفة العظيمة الكريمة التي تفرق بين أهل الإيمان وأهل الزيغ والفساد والإشراك، هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لما عرف المشركون أهل الجاهلية معناها ومفادها قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ثم العهد مع عباد الله المؤمنين، ثم العهد مع عباد الله المؤمنين بمعاملتهم بما يرضي الله تبارك وتعالى، فلا غدرة ولا خيانة ولا زيغ ولا غيرها من الصفات الذميمة التي تدل على نقص وتدل على قدح في ميثاق الله، في ميثاق العبد مع الله تبارك وتعالى. والمسلم عند الله تبارك وتعالى من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن يسأل الله تبارك وتعالى في اليوم والليلة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء سيد الاستغفار: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأنا على عهدك ووعدك، لأنك قد وعدت الله أن تستقيم على دين الله، وعدت الله أن تراقب الله، وعدت الله ألا تخاف إلا من الله، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا وإياكم بهدي سيدنا سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع الأمة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا ومعلمنا ومربينا هادينا سيدنا محمد عليه من الله أفضل صلاة وأتم وأزكى تسليم. بل حذر الله تبارك وتعالى وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من نقيضهما، فقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا قال كذب، قال: وإن صلى وإن صام، وإن صلى وإن صام وزعم أنه مسلما. فليحذر طالب العلم من هذه الأمور التي توقعه في دائرة المنافقين والعياذ بالله، وليجتهد في توثيق عهده ووعده مع الله رب العالمين، وأن يراقب الله تبارك وتعالى في الخلوة والجلوة، في السر والعلانية، لا يحتاج إلى مراقبة المشرفين ولا إلى كاميرات المراقبة، إنما يراقب الله تبارك وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أكثر من ذلك ولا أدنى،
إلا وهو معهم أينما كانوا. الإحسان، قالوا قال فأخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردًا جميلًا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما بلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين يا رب العالمين. اللهم اخذل من خذل المسلمين، اللهم اخذل من خذل المسلمين، اللهم اخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، وبالنصارى ومن ناصرهم، وبالشيعة والشيوعيين ومن شايعهم يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم كن مع جيشنا المظفر في السودان، اللهم كن مع جيشنا المظفر في السودان، اللهم اجعل جيشنا المظفر يقوى ويتقوى على المتمردين والمتآمرين في الداخل والخارج يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا واليمن يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم أدم علينا في بلادنا إندونيسيا نعمتي الأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا إندونيسيا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمنا ويرحمكم الله.